كبيرة في المحافل الدولية بفعل العمل الدؤوب. في هذه الحلقة من برنامج هذا المساء سنتناول التقرير الوطني للدورة الثالثة للاستعراض الدولي الشامل المقدم في جنيف قبل أسبوع تقريبا. معي لنقاشي هذا الموضوع السادة سيدي محمد رمام، مدير حماية حقوق الإنسان ومتابعة الالتزامات الدولية بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. ومعي أيضا محمد الأمين والحلس، رئيس شبكة معا للترقية والدفاع عن حقوق الإنسان، وسيدي زيد بي والداية، رئيس شبكة معا ضد التعذيب. مشاهدي الكرام، قبل البدء في النقاش نتابع هذا العنصر الذي أعده بابا أحمد سالم ثم نعود. شهد مسار حقوق الإنسان في بلادنا خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا أكدته المسطرة القانونية والتشريعية كما الإجراءات والقرارات الفعلية، حيث اختارت بلادنا انطلاقا من قيم ديننا الحنيف ووفاء بالمواثيق الدولية السير في اتجاه تعزيز الحريات ونبذ السلوكيات التي تنقص من كرامة الإنسان أو تنال من حقوقه. وقد أسهم المسار الديمقراطي في تعزيز الحريات الفردية وطرح القضايا المتعلقة بالحقوق العامة وحقوق المرأة ومكافحة الاتجار بالبشر والتمييز بين المواطنين أمام الهيئات التشريعية والقضائية. وكان إنشاء مفوضية خاصة بحقوق الإنسان جزءا من المشروع الوطني في هذا الصدد، عززته إجراءات أخرى منها على سبيل المثال إنشاء وكالة خاصة بمكافحة التهميش ودعم الفئات الضعيفة تآزر. وفي تقريرها المقدم في إطار الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل، قدمت بلادنا أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 37 ما تحقق في بلادنا في مجال ترقية حقوق الإنسان. حرية التعبير وإنشاء الهيئات والأحزاب والمشاركة السياسية للجميع وتحرير الإعلام مكاسب وطنية من بين أخرى تنعم بها بلادنا اليوم، وتعتبر نموذجا يحتذى به إقليميا وعربيا. ولا يزال تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الآليات المتبعة مشروعا وطنيا مستمرا. هذا تفصيلا عن التقرير الوطني للدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل. ما أهمية آلية الاستعراض في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؟ وبماذا يتميز التقرير الوطني المقدم من طرف بلادنا؟ وما هي أهم الملاحظات التي أبدتها الدول الأعضاء على التقرير الوطني؟ وماذا عن الآفاق بعد تقديم التقرير؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أهلا بكم سيد المدير. أهلا وسهلا. سيد المدير، شاركت قبل أسبوع في تقديم هذا التقرير في جنيف، ما هي آلية الاستعراض في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أود بداية أن أشكر التلفزيون الموريتانية على إتاحة الفرصة وعلى الدعوة الكريمة لتسليط الضوء على منعطف جديد في مسار ترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد. إذن تتوالى بحمد الله وعونه الانتصارات والإشادات لبلادنا في منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة، نتيجة لجو الانفتاح والتشاور والحوار الذي أرساه فخامته، وكذلك نتيجة لإشراك الفاعلين على جميع المستويات، بدءا بانتخاب بلادنا عضوا في مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2019، مرورا برفع تصنيف بلادنا في التقرير الدولي للتجارة بالبشر، وصولا اليوم إلى النجاح الباهر الذي حققته الحكومة في مجال الاستعراض الدولي الشامل الذي هو موضوع الحديث اليوم. إذا بصيغة بعجالة، الاستعراض الدولي الشامل هو أحد آليات الأمم المتحدة وبالضبط مجلس حقوق الإنسان، المعنية بتقييم حالة حقوق الإنسان و يعني امتحان سجل الدول الأعضاء في جميع أنحاء العالم عن مدى تطور الإطار القانوني والمؤسسي والحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية، أي أنه استعراض بمعنى كلمة شامل، أي أنه يشمل جميع مواضيع والمجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. ودوري، أي أنه بصفة دائمة كل 4 سنوات تمر عليه جميع الدول بدون استثناء. طبعا يتكون الاستعراض من يستند على 3 وثائق رئيسية. أولا التقرير الوطني الذي تعده الدولة موضوع الاستعراض، ثانيا التقارير الموازية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتقارير التي تقدمها أيضا الإجراءات الخاصة وخبراء الأمم المتحدة المعنيين بموضوعات محددة في مجال حقوق الإنسان. الغرض من ذلك هو إعطاء أو تكوين نظرة شاملة وموضوعية عن حالة حقوق الإنسان حتى يكون هناك يعني تقييم موضوعي وشامل للوضعية الراهنة في أي دولة.
يتميز الاستعراض الدولي الشامل عن باقي آليات الأمم المتحدة بكونه شامل جميع المواضيع، أي أن هناك إجراءات خاصة كمقررين خاصين الذين يعنون بمواضيع محددة. هناك ما يناهز 40 موضوع و40 مقرر خاص في الأمم المتحدة، وهناك أيضا ما يسمى بالمقررين الذين يعني يكونون مختصين بدول تتطلب وضعيتها بين قوسين السلبية لمجال حقوق الإنسان اهتماما خاصا من لدن الأمم المتحدة، وبالتالي يكون مخصص لهم مقررين خاصين. مرت بلادنا بهذا الاستعراض 3 مرات، الأول في 2010 والثاني في 2015 واليوم في 2021 مرت بدورتها الثالثة. تناول التقرير الوطني الذي تم تقديمه الذي تم إعداده جميع التقدم يعني الحاصل في مجال حقوق الإنسان في بلادنا. جدير بالذكر أن في الاستعراض القادم الماضي في 2015 صدرت في بلادنا ما يناهز 200 توصية تمت المصادقة من قبل الدولة على 140 منها، وهي التي كانت موضوع التقرير الوطني عن مدى ما هو منجز منها وما لا ينجز. سنصل إن شاء الله إلى التوصية. نعم. نشترك أيضا معنا الأستاذ محمد الأمين الحلس، رئيس شبكة معالي الترقية والدفاع عن حقوق الإنسان. أهلا بكم سيد رئيس. أهلا وسهلا. سيد رئيس، ما هو تقييمكم في الشبكة للتقرير الوطني للدورة الثالثة للاستعراض الدولي الشامل؟ أولا أشكر التلفزيون الوطنية على الاستضافة لهذا الموضوع المهم لبلادنا، هو الاستعراض الشامل الدوري لموريتانيا، لأن آخر استعراض كان سنة 2015 وهذا الأخير تم الأسبوع الماضي، وكان لي الشرف أنني شاركت فيه في جنيف بصفتي رئيس شبكة منظمات حقوق الإنسان معا من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان. الاستعراض أولا قد نقول هون بكل هذا بكل صراحة، لأنه كان نجاح باهر لبلادنا، يعطينا مولين نعودوا سعادة به علاه لعدة أسباب. أولا عنده أسباب سياسية، عنده أسباب فنية، عنده أسباب اجتماعية من قد العمل اللي قائم به المنظمات هون على المستوى الوطني. الأسباب السياسية وهذا الجو الانفتاح اللي من ساعة اللي انتخب رئيس الجمهورية فخامة السيد محمد الشيخ غزواني، هذا الجو اللي أعطى لنا جميع هذا الفاعلين السياسيين والجمعويين عادوا جو ما هو جو هذا جو أخوي، يتعاطوا في جميع القضايا الوطنية ويتم تشاور معاهم. عدل ذاك كنا الحمد لله في جو جنيف ما كان فيه أي مشاكل توجه للوطن في قضايا حقوق الإنسان ولا انتهاك حقوق الإنسان. السبب الثاني النجاح هذا الاستعراض هو تقرير وطني، العمل الفني اللي قام به من قد مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، لأن المفوضية والخبراء اللي معاها قاموا بعمل جيد في تحضير ذاك التقرير، وشاركوا بمدي فيه جميع الشركاء السوسة اللي من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية لقيام التعذيب، لأن ذيك الساعة كنت في تحضيره وكنت رئيسها، وإشراك مولي المجتمع المدني السوسة منتدى منظمات المجتمع المدني كافة وسواء المنتدى الآخر. معناه أنه كان عمل جبار تحضير هذا الاستعراض الشامل، لأن نقول الاعتراض الشامل أنا القضايا كاملة تنطرح فيه وتشارك فيه. شاركت فيه 98 دولة، وإحنا كنا الحمد لله من أهمية استعراض موريتانيا كنا الدولة الثانية اللي حضر لها كم كبير من الدول، لأن الدولة اللي الأولى كانت عندها 110 وإحنا شاركت 98 حاجة لي. فمحدات من الدول كانوا يشارك مع 26 دولة و27 دولة، وقدمت مولي ما شاء الله
حكما 266 توصية وإيجابية ما شاء الله بجمالها، وكان الحمد لله تدخلات الوفود كاملة تنوه بهذا التقدم في حقوق الإنسان اللي في بلادنا وتنوه به، ولا عندها قبال أمور ذكية تنطرح خارج الأمور التقليدية دائما تنطرح، وفيها دائما تحفظ من طرف الدولة والدول الإسلامية ما يخص الدين الحنيف، ذيك الأمور على كل حال تملى عندنا عليها تحفظ. هذا الأمانة نقدر نقول، وإحنا بعد شبكة منظمات حقوق الإنسان وشاركنا في تحضيره، شاركنا أنا شخصيا مرتين، واحدة في تقديم تقرير الساعة الآلية وقدمناه لهم وعدلنا ملاحظاتنا عليه، وشاركنا فيهم اللي كشبكة، وأنا كنت لي الشرف إني مشيت مثل شبكتي ماشيين على حسابنا إحنا شخصيا بهذه السنة، سنة خاصة بها كوفيد، وما كان مفتوح المشاركة، ما هو العدد قليل، وأنا بعد مشيت مثل شبكتي، وكان إن شاء الله استعراض دون مجاملة نجاح نقدر نقول إنه كبير. ياطنا نحافظ عليه، ياطنا نعطوه ما، ياطنا نعطوه ما، لأنه نجاح باهر، ونعود مولي نحافظ عليه ونتابعه ذاك العمل اللي قام به، ونعرف إنه إنجاز وطني كبير. شكرا جزيلا لكم سيد الرئيس. نشترك معنا يزيد بيه والداي رئيس وشبكتي معا ضد التعذيب. أهلا بكم سيد يزيد بيه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام سيد يزيد بيه، ما هي رؤيتكم في إعداد التقرير كفاعلين في المجتمع المدني؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. بالمناسبة نشكر التلفزيون الموريتانية على هذه الدعوة اللي كريمة واللي جات على كل حال وقتها، لأن كيف أن عدنا اللي قالوا التقرير الثالث للدور الشامل اللي معدته بلادنا في جنيف. وبداية نتكلم شوي عن قضية التقارير، لأن التقارير يعطي الناس تفهم عنها عديدة وتقبل عدة أشكال، لأن في تقارير موجهة خصيصية لنوع معين، كيف التعذيب وكيف التمييز العنصري وكيف التمييز ضد المرأة وكيف حقوق الأطفال إلى غير ذلك من التقارير اللي توجه شر الآليات التقاعدية. وفيه مثلا التقرير اللي هذا الدور الشامل اللي دائما يشمل جميع حقوق الإنسان بما فيها التعذيب وبما فيها حقوق الأطفال وحقوق المرأة وجميع الحقوق، كان معناها أنه حوصل من المعلومات نعطى كل 4 سنوات من أجل إنارة المجتمع الدولي على كيفية حقوق الإنسان في البلد. وعليه فإن مثلا التقرير عنده إعداد طريقة يعدل بها على كل حال، يعطي كل فاعل مثلا حقوقي يعرف عن مثلا فما تقرير يعدله المنظمات الحقوقية، قال التقرير الموازي يعدل مثلا على أنه عنده صيغة يعدل بها، ثم الغلاف اللي هو الصفحة الأولى يعود فيها مثلا فيها اسم الدورة اللي معدلة كيف تترانسيتم الدورة 37، وفيها مثلا اسم المنظمة اللي معدل التقرير وعنوانها ولوجوها مثلا معناها الطريقة اللي معدلة بها، وفم عنوانها وفم الدورة مثلا اللي معدل فيها التقرير. إذا هذا بالنسبة للصفحة الأولى. إذا نقيسوا مثلا الصفحة الثانية نقيسوا الشيء قالوا على كل حال معلومة عن المنظمة اللي معدل التقرير، سيتين انتروديكسيون تعدل عن المنظمة، شنو هذه المنظمة وهل هي مثلا حقوقية وهي مجال شنو اللي تشتغل فيه شنو، وعقب ذاك نقيسوا مثلا الكونتكست الاستشكاتي معناها أسباب تعداد التقرير شنو وأهدافه ولماذا الآليات اللي يعدلوا فيه مثلا معناها شنو معناها نهاية التقرير، وعدل بإن كونستاتيشن مثلا مع تشاور مع المنظمات الحقوقية ولا تشاور مع الهيئات الحقوقية ولا تشاور مع الهيئات المعنية بتقديم معلومات مثلا من أجل إعداد وتكملة هذا التقرير. فما صار إن إنفورماسيون جنرال معناها معلومة عامة تنقطع عن الدولة اللي معدلة اللي لا يعدل تعدل التقرير، تنقطع عنها مثلا معلومة فترة استغلالها وإنشاء نشأتها وسكان عدد سكانها ومساحتها، معناها أن معلومة معطية عن الدولة. جي في مرحلة شين قالوا البلان دو رابور معناها شكلية التقرير مثلا اللي يرتو يعدل لطريقته به التقرير عندنا فوت يعدل وتلا يعدل عن بلان دو رابور يعدل شيء ينقال توصيات مثلا به اللي هو فمياس من التوصيات
فيه مشي على التعذيب وفيه مشي على الاسترقاق وفيه مشي على ديسكريماسيون راسيال وعلى كل شكل من التوصيات تعطي اللجنة توصيات للدولة أنها تعدل شيء من هذا المجال. لأن هذه التوصيات يارت التقرير يقبل بعين الاعتبار، لأن أنت لا يعدل التقرير يقبل كل توصية يكتب فيها الدولة اللي مواصيتها به اللي يارت تعود على ريكومنداسيون مكتوبة فيها الدولة اللي معدلتها، وعود مثلا مولينين تري يكتبها كيت مثلا مجال الاسترقاق يكتب التوصيات كاملة لمجال الاسترقاق ويكتب مثلا انها مثلا هذا انه منذ 2015 تقريبا كيف هذه الدورة الشامل الثاني اللي كان 2015 يكتب مثلا نهايه التوصيه من فتره الفلانيه فتره 2015 وانه مثلا تزيد بها هذا فيما يخص التوصيات مزنا لا نجوم بمحور شامل اليوم دور مزنا لا نرجع لكم ان شاء الله ضمن البرنامج. سيد المدير، هذا التقرير اللي تحدثته بدايه بتوطيع عنه بماذا تميز هذه السنه؟ ما هي مميزات التقرير هذه السنة؟ طيب شكرا. قبل الغوص في أعماق التقرير أود أن أشير فقط بصفة موجزة إلى مسار إعداد هذا التقرير. الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في هذا النجاح يعود لتسيير المعقلن والحكيم بمفوضية حقوق الإنسان بإشراف معالي المفوض السيد محمد الحسن البخريص الذي فور وصوله إلى المفوضية في 2019 قمنا مباشرة بإعداد تقييم مرحلي لتوصيات 2015 لمعرفة ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه لكي نعمل على إنجازه بشكل سريع. توصلنا آنذاك إلى أن ما يناهز 34% من التوصيات لم يتم العمل عليها. بدنا بخطوات مسرعة جدا لتسني القوانين التي كانت ما زالت عالقة آنذاك، اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية وما إلى غير ذلك لإنجاز تلك التوصيات. كما أشير إلى أن المفوضية تتوفر على لجنة فنية لإعداد التقارير ممثلة فيها معظم يعني القطاعات الوزارية المعنية كوزارة العدل والداخلية والخارجية والعمل ووزارة الشؤون الاجتماعية وما إلى ذلك. هذه اللجنة الفنية هي التي قامت بإعداد هذا التقرير، وفور الفروغ منه تمت مشاركته قبل إرساله إلى مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدولي الإسلامي لجنيف. تمت مشاركته مع الجهات الفاعلة محليا كالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لإعطاء بداية آرائهم حول مضمون التقرير وأخذها بعين الاعتبار في الصياغة النهائية للتقرير، وهو ما تم بالفعل. بعد ذلك تم إرسال التقرير إلى جنيف. على ماذا يحتوي هذا التقرير؟ والتقرير سابقنا نعرف والتقرير قدم الحكومة وتصادق عليه. طبعا قدم الحكومة في 7 نوفمبر في مجلس الوزراء قبل إرساله إلى جنيف. كما تم مشاركته أيضا مع البرلمان وجميع الفاعلين المحليين على المستوى الوطني قبل إرساله إلى جنيف. التقرير يتناول بداية الإطار المعياري والمؤسسي الناظم لحقوق الإنسان، وقمنا بإجراء إحصاء ووجدنا أنه منذ 2015 تم سن ما يقارب 30 قانون تمسه معظم مجالات حقوق الإنسان من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مكافحة الفساد، مكافحة التمييز بجميع أشكاله، المدونة العامة للطفل، ولوج المرأة إلى المأموريات الانتخابية، محاربة ظاهرة التجارة بالبشر ومعاقبته وحماية الضحايا، محاربة تهريب المهاجرين. كذلك استعرض الإطار المؤسسي المؤسسات التي طرأت منذ 2015 خاصة المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر. استعرض بعد ذلك المنجز في مجال إعمال الحقوق المدنية والسياسية. على سبيل المثال تم الحديث عن الانتخابات التي جرت في منذ 2015، منظمات المجتمع المدني وماذا طرح عليها، تنظيم الأحزاب السياسية، حرية التعبير، ماذا جرى في دعم الصحافة، دعم اللامركزية، ترقية الحالة المدنية والولوج إلى المساعدة القانونية، يعني مجالات متعددة. بعد ذلك تناول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك، إنجاز برنامج تعهداتي، أولويات البرنامج الأولويات، الخطة الوطنية لمواجهة جائحة كوفيد-19 وما جمعنا من تأثيرات اجتماعية، الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. بعد ذلك تناول حالة التوصيات 140 التي تم مصادقة عليها في 2015، وبعد تقييمنا وجدنا أن تم بحمد الله ما يناهز 96% من التوصيات تم إنجازها بشكل يعني كامل.
وهذا من أحد الأسباب المهمة التي أدت إلى الإشادة التي حصلنا عليها الأسبوع الماضي في جنيف من قبل الدول المشاركة. بالنسبة للتوصيات التي صدرت لبلادنا ما يناهز 266. هناك قراءتان لكثرة التوصيات. بعض من المراقبين يظن أن كثرة التوصيات هي مؤشر على أن هناك يعني انتهاكات لحقوق الإنسان وما شابه، ولكن الحقيقة أن كثرة التوصيات تدل على أن هناك اهتمام بما يحصل في هذه الدولة. توصيات لا يتحدث عن مزن محور بهم اللي هم ممخر ولا التوصيات اللي تم. لنلقى معنا محمد الأمين والحالي سوم من واكشوط. أهلا بكم سيد محمد الأمين. نعم. شنو دور منظمات حقوق المجتمع المدني في إعداد هذا التقرير؟ دورهم هما شركاء حكم ثلاثة. عندك الجانب الرسمي هو المفوضية الحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، ذلك هي المسؤولة عن تحضير التقرير الوطني الشامل للموريتاني. غير عندها شركاء تشاركهم وتعمل معهم عدة اجتماعات وملتقيات في تحضير التقرير، منهم المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان ومنهم المجتمع المدني. معناه المجتمع المدني هو من نفسه يحضر التقارير ويقدمهم للجنيف، غير مولي يجابر مع مفوضية حقوق الإنسان من أجل تبادل الآراء في ذوك التوصيات، ويعود يعطي رأيه فيهم ويعود هذا يشارك فيهم. وهذا فعلا كيف قلت قبيل، مفوضية حقوق الإنسان قامت بعمل جبار، عمل فني، وشاركت فيه جميع هذه الشركاء والمجتمع المدني من أساسه بعدة اجتماعات وعدروا في فنادق في نواكشوط، تبادلنا فيهم الآراء، وكيف قلت مولي كتبونا ساعة منزلت على الآلية الوطنية وقائمة التعذيب، وعطينا رغم أننا مشينا تقريرنا لجنيف احنا كمؤسسة، احنا مولي تبارك معهم الآراء في التقرير. معناه أن منظمات المجتمع المدني عنصر مهم في تحضير التقرير بمشاركتهم، وذلك تم بأحسن وجه، وهو من الأمور كيف قلت قبيل اللي عدلوا على أن هذا الاستعراض اللي خلقه جنيف كان ناجح ومهم. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد الأمين. أستاذ يزيد بي ولدي رئيس شبكة معا ضد التعذيب. نعم. شنو آلية إشراككم أنتم أيضا كفاعلين في المجتمع المدني وحقوق الإنسان، شنو آلية إشراككم من أجل صياغة التقرير وإجازته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. لتقول دور المنظمات الحقوقية في إشراك في التقرير مهم، لأن التقرير سابق كتابته من طرف الدولة توت سنة، وهي تعدل الشيء قالوا لا كونسلتاسيون على بارتي بنات، معناها تعدل تشاور وتحريات مع الأطراف اللي طرف في التقرير، ولهم منظمات المجتمع المدني وحدهم فهم النقابات وهم الهيئات الحقوقية، كيف الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، وكيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفيهم المنظمات الأهلية، هذا كامل كلهم يقدر يشارك في تقريره، كلهم يقدر مثلا يضيف إضافة نوعية في التقرير. إذا هذه على كل حال التشاور يخلق تفوت الدولة سنة تعدله سابق كتابة التقرير، يعني تفوت تعدل التشاور، تعود تعدل ورشة وتعيط للأطراف كاملين مثلا من أجل قراءة التقرير عليهم في قراءته النهائية من سابق يومشي على كل حال. إذا هذا على كل حال نشكر بالمناسبة مفوضية حقوق الإنسان اللي شركت المنظمات في إعداد التقرير في ورشة، واللي الناس كاملة على كل حال حضرت، الناس اللي مثلا عندها إلمام بالتقرير. مسألة ثانية على المنظمات، عندهم مثلا هم وسيلة كتابة تقريرهم، يعدون رابور ألترناتيف يبينوا فيه مثلا حسب التوصيات اللي مديورين فيهم، اللي يعدل التقرير على التعذيب، التوصيات اللي جايه في التعليم، وفيهم اللي عدل تقريره على التوصيات اللي جايه في الاسترقاق، وفيهم مثلا اللي عدل توصياته على حقوق المرأة والله حقوق الطفل والله مثلا الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. اذا بالنسبه للتوصيات فمشي يعني الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه، وفمشي يعني على كل حال حقوق السياسيه، وهذا كامل كله مثلا توصيات اللي تمشى يقد حد مثلا المنظمه تختار والله الهيئه تختار التقرير اللي تعدل عليه. إذا هذا من ناحية. الناحية الثالثة وهي على كل حال أهم، على أن هي تعدل شيء قالوا البلدوية المناصرة من أجل مثلا هذه التوصيات
انهم مثلا ينقلب عن الاعتبار. والمساله الرابعه هذا لا كان مثلا مثال يعني مشاركه في المنظمات الحقوقيه. المساله الرابعه وهي على مثلا عندهم شيء ينقالوا لي ديكلاراسيون اورال، معناها انهم يقدروا يعدلوا دي ديكلاراسيون بعدين يوافق للتقرير في مجلس الامم المتحده، يعدلوا هم الشيء ينقالوا ديكلاراسيون اورال، معناها انهم يعدلوا تقرير، على كل حال يعدلوا رساله تعود فيها مثلا فيها تبيين ذاك مثلا اللي لا يقول هما كامل 60 ديكلاراسيون يعدلوها مثلا قدام مجلس حقوق الانسان. وعندهم مثلا اللي بالنسبه للهدف الخامس هو على انهم مثلا يعدلوا ذا اللي قالوا المتابعه، متابعه مثلا التوصيات على انهم مثلا انهم قضوا بعين الاعتبار وانهم يعدلوا، لان هذا كامل كان مثلا من اهداف دور مثلا المنظمات الحقوقيه في اعداد التقرير. والمساله مثلا الاهم قاع في كامل على مثلا فم مشاركه سابق اعداد التقرير ومشاركه بعد الامتحان مثلا في اثناء الامتحان سابق الامتحان ومشاركه مثلا في اثناء الامتحان ومشاركه مثلا بين الامتحان و و و و, و بين الامتحان والموافقة على التقرير، وفما اللي مشارك مثلا مشاركة بين التقريرين حتى الدرابور ذي اللي مثلا حالي وذي اللي مثلا جاي. إذا ذي المشاركة اللي بين التقريرين يعدل هم الشيء قالوا رابور مي باركور، معناها أعلنوا في نص الفترة اللي بين التقارير الثنتين تقارير الاثنين يعدلوا هم الشيء قالوا مي باركور تقرير يعطوا فيه مثلا حالة حقوق الإنسان ذيك الفترة وحالة مثلا المسائل مثلا ما عدلوا، لان هذا يوجهوه مثلا لمؤلف مجلس حقوق الانسان، لان هذا على كل حال كله عمل يعدوه المنظمات الحقوقيه ودورهم مهم واساسي، وبالاخص المنظمات الحقوقيه اللي حاصله على مركز استشاري، فمنظمات ما هي حاصله على مركز استشاري ما تقدر تحضر للجلسه العلنيه، لان الجلسه العلنيه دخلوها المنظمات اللي عندهم مراكز استشاريه يقال ما يقبلوا الكلام، يقال بعد عقب الاكزام عقب الامتحان يقدوا مثلا يعدلوا الكونفرنس بريس من اجل التبليغ اللي كان خارج، ويقدوا مثلا يعدلوا مثلا خارج شيء ينقال له ويب كات يعود مثلا الشريط فيه الاكزامان كامل قد يقضوه المنظمات من عند مكتب الامم المتحده يعود يبثوه كشكل مثلا افلام مثلا من ذاك الامتحان يعدل، وقدوا مثلا ما اللي يعدلوا كيف يتركوا ديكلاراسيون اورال دافان يكون سيد رادمان. شكرا جزيلا لكم. سيد المدير، ما هي اهم الملاحظات التي ابرزتها الدول الاعضاء بعد تقديم بلادنا للتقرير؟ طيب كيف كانت اولا المصادقه على التقرير؟ نعم والتقرير صادق عليه مجموعة العمل الخاصة قبل 3 أيام، مضامين التوصيات يعني وفي مجمل المداخلات كانت قصيرة جدا بسبب كثرة الدول التي ستتدخل في استعراض مجموعة الدول اللي كانت تدخل. سجلت 106 دول أبرزت ملاحظات. شنو أبرز هذه الملاحظات؟ أبرز الملاحظات يعني كانت إشادات يعني بدون أي مجاملة والحق يقال، كانت معظمها بين من أشاد بما تم إنجازه في الفترة الماضية وبعد ذلك تم إصدار توصيات. ربما تكون هناك ملاحظة أو اثنتان يعني لا سبيل لنا في إعمالها. مثلا عدة دول لاحظت عدم مصادقة موريتانيا على بعض الاتفاقيات الدولية والصكوك القانونية، كمثلا البروتوكول الملحق بالحقوق المدنية والسياسية الرامي الى 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 لابوليسيون دي لا بين دو مور، اللي هو يعني رفض ما يقال له عقوبة الإعدام، وهذا نحن لا نستطيع يعني ما في مساومة بذلك لانه يتعارض مع ديننا الحنيف ومع دستورنا، وبالتالي يعني ملاحظات من هذا الشكل تتميز خاصة بما يتعلق بعقوبة الإعدام بالمصادقة على ستاتي دروم، وبالتالي اي شيء يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف ومع دستورنا لا يمكن ان نساوم عليه. المجمل هذه اللي كانت عليها هذه المجمل هي اللي كانت عليها طبعا بالضبط بالضبط بالضبط. بالنسبه للتوصيات صدرت 266 توصيه كانت في معظمها تتعلق بحقوق المراه، يعني باجراء مقارنه بسيطه بين الاستعراض الماضي والاستعراض الحالي نجد كم من وكيل الاستعراض الماضي كم تقريبا صدرت من توصيه؟ صدرت 200 توصيه وصادقت الحكومة 34% منها تقريبا ما لا لا 30 عندما جاء مفوض حقوق الإنسان، ولكن 2019 تم الإسراع في تنفيذ ما تم إنجازه إلى أن وصلت إلى 96% تم إعداد التستانة القانونية الملزمة المؤسسات الوطنية التي كانت يجب أن تنشأ القوانين وما إلى ذلك، حتى في مجال التحسيس تم يعني إطلاق حملات تحسيسية واسعة آنذاك ونشر النصوص القانونية في المحاكم الريفية وما إلى ذلك. بالنسبة لإجراء مقارنة كما قلت بين استعراض 2015 والاستعراض الحالي نجد أن
اختفت حكما بعض المواضيع التي كانت سابقا مطروحة لموريتانيا وظهرت مواضيع جديدة. مثل ماذا؟ مثل حقوق المرأة. يعني صدرت لنا ما يناهز 63 تفسير 2015 لا 2020 بحقوق تتعلق بحقوق المرأة، يعني خاصة المصادقة على قانون مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة منذ عدة أشهر حول لا ليس قانون النوع، قانون حماية العنف ضد النساء والفتيات. لا يدعى بقانون النوع، وإنما هو حماية العنف ضد النساء، عفوا محاربة العنف ضد النساء والفتيات اللي صادقت عليه الحكومة، وهو الآن بصدد يعني في يد الجمعية الوطنية. هذا من التوصيات، هذا جاءت عليه أكثر التوصيات فيما يتعلق بحقوق المرأة. ظهرت أيضا محاربة الاتجار بالبشر، ما يناهز 29 توصية عليها. وسبب يعني لكن الآن قاع موضوع دولي ونحن اتخذنا الإجراءات اللازمة لذلك، لأن مفوضة حقوق الإنسان قامت بوضع خطة وطنية لمحاربة التجار بالبشر صادقت عليها الحكومة في مارس 2019 عفوا مارس 2020 عفوا، وهي الآن طور التنفيذ. قمنا بإنجاز عدة يعني نشاطات منها، في المصادقة على قانون 017-2020 لمحاربة التجار بالبشر، قانون 018 القاضي بمحاربة تهريب المهاجرين، هناك دراسة حاليا نعكف عليها بالتعاون مع لجنة التعاون الألماني لحول أربع مظاهر من هذه الظاهرة: العمل القسري، الزواج المبكر، والعمل الأطفال. هذه الدراسة أيضا تدخل في إطار هذه. تمت في التوصيات، هي كانت قيد التنفيذ بالطبع، قيد الإنشاء والتنفيذ. قيد الإنشاء والتنفيذ، وستعطى الأولوية في الفترة القادمة إن شاء الله لإنجاز هذه خطة العمل، لأنها تتكفل بمعظم ما ورد في التوصيات. ماذا يضمن التوصيات؟ من ضمن التوصيات التي صدرت أيضا 33 توصية تتعلق بمصادقة على الصكوك الوطني الدولية لحقوق الإنسان، من ضمنها البروتوكول الدولي الخاص بالابوليسيون دي لا بين دو مور، أي إلغاء عقوبة الإعدام، صدرت في عدة توصيات. أيضا هناك 29 توصية لموائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي صادقنا عليها. هناك 12 توصية فيما يتعلق ب تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان، وهو يعني يجري العمل عليه حاليا. هناك 13 توصية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، هناك 17 توصية تتعلق بحقوق الأطفال، 6 توصيات بحقوق الأشخاص المعاقين، 5 بحقوق المهاجرين، 13 توصية بالحق في التنمية، هناك 4 توصيات بمحاربة الفقر، هناك 17 توصية للولوج إلى خدمات التعليم، 3 توصيات بالحفاظ على البيئة، 4 توصيتين في الولوج إلى الخدمات الصحية، و 13 توصية تتعلق أيضا بحرية التعبير، حرية الأديان، وحرية الجمعيات. هذه التوصيات هي اللي تم عليها العمل في الدورة القادمة. نعم، يعني الآن الحكومة بصدد دراسة هذه التوصيات بمجملها. نحن لم نقرر بعد ماذا سنصادق عليه، مع أن التوجه الآن سنصادق على معظم هذه التوصيات. كم توصيات الآن؟ هي 266 توصية. وسنة 2015؟ 15 كانت 200 بالضبط. صادقنا أنا لك على 140 منها وتم إنجازها. والآن يجري دراسة هذه التوصيات، وأعتقد أن يعني التوجه للمصادقة على معظمها، كل ما لا يتعارض مع تعاليم الدين المحلية طبعا نحن منفتحون على هذه التوصيات. الأولوية في الفترة القادمة هي بعد المصادقة طبعا على هذه التوصيات، سنقوم في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني بإنجاز أو وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ هذه التوصيات خلال 5 سنوات القادمة. شكرا جزيلا لكم، مزينا لنجول الاستشراف في المستقبل. طبعا لدينا معنا أستاذ محمد الأمين الحلس. محمد الأمين، تابعتوا هذه التوصيات اللي كان المدير يتحدث عنها، شنو ملاحظاتكم وحاول أنتم كفاعلين في المجتمع المدني؟ فعلا سيد المدير ما شاء الله عمل عليها تصنيف واضح وإن شاء الله شامل. بالحقيقة ذو التوصيات حد شاف مش كنهم 266 وعلى أنها تعود سلبية، وهي فيها أساسا على أنها ياسر منها قاع متكرر ودائما يعود كيف قال هو، ويخص أمور الحدود منها إلقاء عقوبة الإعدام، ومنها أمور أخلاء المثليين وش ذو نبتوبات.
الأخرى فيه أمور إما قوانينها تمت المصادقة عليهم في الأسابيع الأخيرة من طرف الحكومة والبرلمان، والله ما اللي قيد المصادقة قد البرلمان، فأمور ما اللي عادية ونعرف على أن الدولة كيف قال هو منفتحة على المصادقة عليهم، ودور على كل حال يتم إن شاء الله القيام بهم بالمشاركة مع جميع الأطراف المعنية من المجتمع المدني ومن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. اختار نقول على أن ذو التوصيات اللي وعدلوا اللي وساهم والله زاد نجاح الاستعراض الشامل للسنة من أموره اللي كانوا في التوصيات اللي 2015 فهم أمور وطالبهم وعدلوا كيف إنشاء آلية وطنية للوقاية بالتعذيب، وتم إنشاء 2016 فهم معالجة وتحسين قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدل. ذو السمري نجحت موريتان، وهذه أمور مهمة يعطينا ذكروا بها، هو على أنه تم انتخاب موريتان 2020 عضو في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة. لولا ذو الإنجازات وذا التقدم في حقوق الإنسان ما كان ذا الإنجاز يعود خلق، لأن عضوية موريتان مجلس حقوق الإنسان رواية مهمة. ما اللي العمل اللي قام به وهون يعطينا نوهو به سوصى العمل القائم به الحكومة وسوى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من نفسها وسوى المنظمات الأهلية والحقوق الإنسان، والله هو رفع مستوى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمستوى ألف، وذاك إنجاز مهم بكل صراحة. سينيغال قط انتقاص مستواها من ألف إلى باء، وعندي أنا فوت 4 سنوات ولا 5 ما قد ترجع لألف. إحنا تم خفض تخفيض مستوانا شوربة 2018، وتم الحمد لله في نهاية 2020 رفعه من جديد. هذا إنجاز عظيم يذكر ويشكر، ونهنوا عليه القائمين على هذه اللجنة ومولي الحكومة والعمل اللي مقام به من أجل هذا. ما يخص الاستعراض الشامل يالتنا نفهمه على أنه دوري معناه أنه كل 5 سنوات، الثاني كان 2015، هذا كان يالت يعود نوفمبر قال بيه كوفيد وقاعس ليناير 2021، معناه أنه إن شاء الله قد يعود له يعدل 2024، معناه أن ذا النجاح، وهذا نختار ننوه به ذا النجاح اللي حصلت عليه موريتانيا في الاستعراض، يالتها ما تقول لا احنا نجحنا ويالتنا نسها ونتراخى. هذه أمور يالت حد يبني عليها كيف قلت قبيل في البداية، ويعود يعرف على أنه مكسب مهم غير ما اللي أحكمه لا تزيد أحكم. هذا قضية حقوق الإنسان، السيف ذو حدين، الدول العظمى يستعملوه يسلطوه على الدول الفقيرة والدول اللي العالم الثالث، وتطلب منهم التوصيات اللي ما تطلب من الروس، تطلب منهم المصادقة على القوانين اللي ما تصادق هي عليهم، معناها أنها مدخل يقدروا يضغطوا به على الدول ويقدروا يدايقوها ويقدروا يحاصروها، معناها أن دولتنا الحمد لله بهذه النتيجة يعطينا نتعاون كامل سواء من قد الحكومة وسواء المؤسسات الوطنية وسواء المؤسسات وسواء المواطنين على أن هذا النجاح تعاونوا كاملين عليه. مجال حقوق الإنسان مجال مهم، ومهم بالأمور كاملة مبنية عليه، مبنية عليه السياسة، مبنية عليه الاقتصاد، مبنية عليه مستوى الدول، مبنية عليه حتى جواز اللي نمشوا به مسافرين، جواز موريتاني اللي نتقدموا في أي مطار تحترموا لأنكم محترمين حقوق الإنسان، ومعنى مستواك مرتفع في احترام حقوق الإنسان. غير مدينة تعودوا بعض من المنظمات الأهلية تمشي واعدة جنيف لا ياك تعيب دولها ولا ياك تمرق منها الأصبع وياك تنعتنها دولة فيها العبودية وفيها انتهاك حقوق الإنسان وفيها كل شيء، ياك يضرنا كاملين كموريتانيين ولا أمورنا يالتنا نشوفهم في نقرنا
واللي مطالبين به مطالبين به مع حكومتنا مع امورنا ونسوي امورنا بيناتنا غير مولي عدو كاملين عارفين هذا وطننا وندافعوا كاملين ولا نتكلوا على الحكومه ولا نتكلوا على المجتمع المدني ولا نتكلوا عود هذا واجبنا الوطني لكل حد منا وعود حد منا مش ياكل لا يتبارك مع دولتنا ينقص منها والله يعود مولي نعتر ذاك العدل ما هو صالح ويعود مولي يدفع ثمن ذلك هذا بعض أمور حقيقة افترت تخرج بها هي الحمد لله لي أنا من 92 وأنا في المجتمع المدني كأكاديمي وفهم الحمد لله كمسؤول في مؤسسات وطنية دائما نشوف بالاستعراض ويقولوا هذه لجانب على أن فهم أمور الحقيقة ما هي زينة عندهم على أن مدة تتبارك مع دولتها قدام الدول الأخرين وهي أمور كانت تعود سواتها شعرها أنهم الحقيقة رواياتهم نعودوا كاملين نتوصل وما دام ضرق الحمد لله الجو جو هادئ وسياسيا واجتماعيا والنقابات والمجتمع المدني والأحزاب يعطينا عدو هذا دايرين أمامنا ومعدرين منه مبدأ وطني خط أحمر ما فيه شد أخبار. شكرا جزيلا لكم أستاذ محمد الأمين. تابعتوا أيضا التوصيات كانت تحدث عنها المدير وتحدث عنها الرئيس محمد الأمين، شنو تعليقكم على هذه التوصيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. على كل حال كيف ما أشار المدير والدكتور حلس على أن هذه التوصيات فيهم ياسر من التكرار، الناس تتكلم أنه مثلا عدد كبير كيف يعود تلحق للدول أربعة وخمسة يكرروا نفس التوصية، يعني مثلا على سبيل المثال يقولوا مثلا يات آلية التعذيب نطال الإمكانيات تقول دولة ثانية ويات مثلا قانون الاسترقاق يعد الكات تقول مثلا دولة ثانية، يعني هذا ياسم التوصيات أغلبيته يعود متكرر. وإحنا على كل حال بالمناسبة مثمنين هذا 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 الإنجاز اللي عدلت مفوضية حقوق الإنسان واللي مثلا كانت معدلة، يعني مثلا كانت فم لجنة فنية هي اللي لإعداد التقرير وكانت تعدوا على قدر المستوى ومشات مثلا لجنة مدافع عن التقرير، لأن كل تقرير مثلا فيه بصمات عدة وزارات وكلهم على كل حال مسؤول عن ذاك الجانب اللي يعني كيف مثلا وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المرأة ووزارة الداخلية ووزارة العدل، لأن هذه الوزارات كاملة كلهم عندهم بصمات بنقل التقرير ومشاو على كل حال يدافعوا عنه كتقرير للحكومة. لأن هذا على كل حال احنا كمنظمات حقوق الإنسان مثمنين هذا، لأننا احنا من اللي عندنا تقارير موازية لهذا التقرير وشرنا فيه مثلا ذا كامل اللي ياتوا ينشر فيه من انجاز مثلا عدت الدوله، وبنفس الوقت ملي شرنا ذاك اللي من النواقص اللي كانوا ياتوا مثلا الدوله تعدل، وشرنا مثلا ملي في الاخير على توصيه الخبراء على انهم مثلا يدعموا موريتانيا في مجال مكافحه الاسترقاق والتجاره بالبشر والتعذيب، واذا كان مثلا من اجل اعطاء موريتانيا مثلا الامكانيات اللازمه مثلا من اجل ترقيه وحمايه حقوق الانسان في موريتانيا. شكرا جزيلا لكم. سيد المدير، ما تلعن الناس من الوقت، ماذا يترتب على هذه التوصيات؟ طيب بعد المصادقه على هذه التوصيات تصبح في هذه التوصيات فيما يسمى بالالتزامات الدوليه، اي ان موريتانيا اخذت التزام على تطبيق هذه التوصيات وتنفيذ ما ورد فيها، كما قلت فور المصادقه عليها لانه علمتنا التجربه السابقه لا نتوانى ولا نتهاون في يعني الشروع في تنفيذ هذه التوصيات. سنقوم فورا في مفوضيه حقوق الانسان والعمل الانسان والعلاقات مع المجتمع المدني بالمشاوره طبعا مع منظمات المجتمع المدني و ديبارتمان بيبليك كونسيرني اللي هم الوزارات المعنيه بوضع خطه عمل وطنيه شامله لتنفيذ هذه التوصيات، وسنعمل دوريا على تقييمها لمعرفة مدى تقدمها. إذا أصبحت هذه التوصيات بعد المصادقة عليها التزام واجب أخلاقي يجب على الدولة الالتزام به وتنفيذه. الأولوية في المرحلة القادمة ستعطى طبعا يعني نرجع لحقيقتنا نحن هون. بعد في 2020 أجرينا على مستوى المفوضية تقييم داخلي حول وضعية حقوق الإنسان في بلادنا، وجدنا أنه ينبغي التركيز على التحسيس خاصة في المناطق الداخلية، لأنه الإنسان بطبعه يمكن أن الجهل كما يقال يمكن بجهله للشيء أن يفعله دون أن يعرف عواقبه وما يترتب عليه. وبالتالي سنقوم الآن بإطلاق حملة تحسيسية واسعة ستجوب معظم
المناطق الريفية والمناطق الوعرة في الداخل، تحسيس المواطن البسيط عن ما هي حقوق الإنسان وماذا عليه وماذا يعني له في هذه الحقوق. كما سنبدع أيضا في توصيل الرسالة، حيث سنقوم وأجرينا بعض المفاوضات والنقاشات مع المسرحيين، سنقوم باستخدام المسرح وبإدخال الأفلام القصيرة من أجل توصيل الرسالة بصورة يعني بصورة أسرع وبصورة مقبولة لمعظم المشاهدين، حتى لمن لا له من لديه مستوى حتى لقراءة، لأنه يعني طبعا النصوص القانونية يقوم بإعدادها فنيون ومتخصصون، يصعب على المواطن العادي أن يفهمها، وبالتالي سنقوم بتبسيط محتوى هذه الاتفاقيات وهذه القوانين للمواطن البسيط حتى يدرك أهمية هذه الحقوق. الغرض من ذلك هو طبعا نشر ثقافة حقوق الإنسان، قضية تغيير العقليات، وتتطلب وقت، تتطلب وقت، وهو ما إن شاء الله سيكون برس الرهان في ذلك، والحملات التحسيسية التي سنقوم بها بالتعاون طبعا مع منظمات المجتمع المدني، الذي أوجه لهم تحية من هذا المنبر على مواكبتهم لجهود المفوضية في ترقية وحماية حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لكم. دكتور محمد الأمين، ما عندنا ناس من الوقت، ندور كلمة أخيرة. كلمة أخيرة، هذا نجاح باهر لبلادنا، يعطينا نفرحوا به كاملين، ونعدوا عليها حملات تحسيسية وتوعية على الجميع المواطنين. قال المدير هذا العمل إن شاء الله دور تقوم به المفوضية حقوق الإنسان، تحسيس وشرح الأمور وشرح موديل الاتفاقيات والقوانين اللي يعدلوا، وفهم قانون وعدل أخيرا كان من المطالب الكبيرة والملحة عليها منظمات المجتمع المدني، وكان طارحة ياسر من المشاكل ومن الأمور قاع اللي نجحهم لها الاستعراض الشامل، هو ذا القانون اللي إنشاء بتصريح عن الإعلان عن تسهيل باط إنشاء الهيئات المجتمع المدني. ذيك المناسبة كيف قالوا العمل الفوري على تحضير التوصيات والعمل عليهم والتحسيس على المواطنين على هذا الإنجاز المهم. نختار من هون نوه من جديد بالعمل الجبار اللي قامت به الحكومة، وبالأخص المفوضية حقوق الإنسان والمفوض الوزير محمد الحسن والبوخريس والطاقم اللي معاه، لأن هذا التقرير الوطني الشامل كان بالحقيقة شامل ومهم ونجاح ما شاء الله قليل، ما قد قال حد يمرق منه الأصبع في جنيف. المسألة الثانية نختار مولي نوه بالمجتمع المدني، عندنا مجتمع مدني الحمد لله واعي ومهم، من أشبه اللي في القارة الأفريقية والعالم العربي، ونتعاون كيف قلت قبيل على أن هذا وطننا وعلى أن الأمور فيها متحسنة وفيه ياسر من الانفتاح، غير ذاك الانفتاح نستعملوه من أجل تحسين ظروفنا المعيشية والحقوقية، ونعود متعاونين كاملين على وطننا، والمستقبل إن شاء الله زاهر، هو اللي راجل عند مولانا يعطينا التوفيق إن شاء الله ويحب ويرضاه. شكرا جزيلا لكم دكتور. أستاذ يزيد بيه، نفس الشيء تقريبا، كلمة أخيرة. أنا بالمناسبة نشكر الحكومة وبالأخص مفوضية حقوق الإنسان على مواكبة هذه التقارير، لأن كان سابق التقارير كانوا يطردوا قلتوا ياسر على كل حال ما يعدلوا التقارير، وهذا مثلا الفترة اللي ذو السنوات الماضية وبالأخص مفوضية حقوق الإنسان عاد مواكبة التقارير وعاد معدل لجنة تشرف على إعدادها والتقارير، وهذا على كل حال شيء ينذكر فيشكر، لأن مثلا التقارير يتم دائما الدولة مراقبتهم، لأنهم مثلا عندهم فترات يعدلوا فيها، يعني تقاعستهم على كل حال ما هي من الأمور اللي أصلا محبوبة عند المنظمات المجتمع المدني ولا عند المنظمات الدولية. المسألة الثانية على أن نشكر مالي الحكومة على أنها مثلا إسعاد فن موريتانيا يعود عندها مقرر على كل حال خبراء في اللجان الفرعية لحقوق الإنسان.
عندنا الحمد لله خمسة ولا ست خبراء كلهم يمثل في واحدة من اللجان الدولية لحقوق الإنسان، وهذا على كل حال يعني الموريتاني مثلا أنها متقدمة في مجال حقوق الإنسان. والمسألة الثالثة على مثلا وجود موريتاني بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان مرة ثانية، إذن هذا إنشاد بها على كل حال هي المرة الثانية تعود موريتاني عضو مجلس حقوق الإنسان، وذلك عنده معايير. إذن الدولة لابد تعود متمسكة بمبدأ مثلا مكافحة مثلا التجاوزات الحقوقية باش تعود مثلا عندها الصوت ولا تعود عضوية في المجال في مجلس حقوق الإنسان. وأخيرا وليس أخيرا نرى أن نشكر مثلا منفوض حقوق الإنسان ونثمن مثلا أنه لأول مرة يصادق على قانون المجتمع المدني اللي هو لا يعود نواة للتكوين وتنظيم المجتمع المدني، لأنه فيه منظمات يعود واحد منهم عنده منظمة حقوقية وفيها مثلا مكافحة الفقر وفيها على كل حال الصحة وفيها كامل. إذن هذا القانون لا يعد مثلا مسطرة جديدة مثلا للتخصص، وهذا على كل حال يدعمنا احنا كمنظمات حقوقية اللي ناشطة في المجال، اللي يعود مثلا عندنا مجال متخصص وعندنا منظمات متخصصة في المجال، وهذا على كل حال يشكر يذكر ويشكر للمفوض لأول مرة يصادق القانون به، اللي عدة مرات كانت في محاولات عديدة وكانت لا القوانين لا تنزرق تحت الطابلة على كل حال، لا فهم حد يسول عن المجتمع المدني، وهذا على كل حال نشكره وأشكركم. شكرا جزيلا لكم. سيد المدير في الختام تحدثنا عن الآفاق المستقبلية للعمل المستقبلي لحقوق الإنسان محلي. نعم في الفترة القادمة سنعمل يعني هناك ورشة في مفوضية حقوق الإنسان على جميع المستويات فيما يخص حقوق الإنسان، ترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك في إطار المجتمع المدني كما ذكر الزملاء قبل قليل صادقت الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي على قانون جديد للجمعيات والشبكات والمؤسسات والشبكات، وسنقوم بحملة تحسيسية واسعة في تجربة معظم البلاد لتحسيس الفاعلين المعنيين على المستوى الداخل لمقتضيات هذا القانون ومواكبة منظمات المجتمع المدني له. سنعمل الفترة القادمة أيضا على إنشاء استراتيجية وطنية شاملة لترقية وحماية حقوق الإنسان. نحن لدينا عدة يعني خطط عمل وطنية مختصة في التجارة بالبشر، وهناك خطة عمل وطنية لمحاربة عمالة الأطفال وما لذلك. سنعمل الآن على استراتيجية وطنية شاملة تشمل هذه المواضيع كاملة، ستكون لمدة 5 سنوات إن شاء الله بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية المتحدة لحقوق الإنسان في بلادنا. كما سنعمل الفترة القادمة على إنشاء هيئة وطنية لتنسيق محاربة التجارة بالبشر، ستكون على مستوى مفوضية حقوق الإنسان. إذن الفترة القادمة ستكون إن شاء الله ورشة بامتياز من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان على جميع المستويات، خاصة ستعطى الأولوية طبعا لخطة العمل الوطني لتنفيذ التوصيات التي ستصادق عليها الحكومة في مجال الاستعراض الدوري الشامل. من الآن كلمة قصيرة، من الآن متفائلون الحمد لله في مفوضية حقوق الإنسان، من أن الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل في 2025 ستكون بعون الله إن شاء الله وبمشيئته أفضل من هذه الدورة القادمة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم على هذه التوضيحات حول التقرير المقدم الثالث المقدم في جنيف. شكرا جزيلا لكم. إذن المشاهدين الكرام اشتربت حلقة هذا المساء على نهايتها، باسمكم مشكور السادة سيدي محمد الإمام مدير حماية حقوق الإنسان ومتابعة الالتزامات الدولية بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني. كما أشكر أستاذ محمد الأمين والحلس رئيس شبكة معان للترقية والدفاع عن حقوق الإنسان، والأستاذ يزيد بيه والداي رئيس شبكة معان ضد التعذيب. إلى أن نلتقي مشاهدي الكرام في حلقة أخرى في موضوع آخر، هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء. بكم إلى مسائية الموريتانية، الحدث الوطني بكل تفاصيله، تغطية إخبارية يومية. ف
تربط شرق البلاد بغربها وجنوبها بشمالها. تقارير وريبورتاجات. قصص إخبارية. ترصد بعناية ومهنية مختلف الأحداث وملامح الحياة اليومية للمواطن من كل مكان، من كل ربوع الوطن. ضيوف من أصحاب الاختصاص، مسؤولون محليون. المسائية طاقات صحفية وفنية مميزة. 3 2 1 المسائية، اللوحة المتكاملة للوطن. المسائية يومياً على تمام الساعة 8. خارجني ستان دي نجا جفل دي لندار الجامو في كيسن بيرت لموريتاني سجتا ني سيق اكين سا سوني تاي نك دي بيسوب سامدي اي سين ديريكتو بوتيك بي ماشي دالال كي دي موسى نجاي موم نك نك دي ليغي واي كور دكتور اي تاميت نك نداو